السلام عليكم، حبك عليكم الله يا السلام محمود. ورحمة الله وبركاته. يا نعم شيخنا، كان عندي استفسار بخصوص شركة السياحة إن شاء الله الطالعين تبعها الحج، بتقول إن شاء الله إن إحنا هنبات ليلة عرفة في عرفة، هنروح هنتوجه إلى عرفة، فده كلام تقول الأخت السائلة إن شركات السياحة أغلبها لا تنزل من يوم التروية، إنما يذهبون يوم الثمانية رأسا إلى عرفات، أو عفوا يوم ثمانية رأسا إلى عرفات ولا يذهبون إلى منى. الحج صحيح ولكن الأجر أقل، لأن السنة أن تبيتي ليلة عرفات في منى. لكن الذي يحدث، لأن المبيت ليلة عرفات في منى سنة، ليس بواجب ولا ركن. فالحج صحيح لكن الأجر أقل شوي.